واحدة من بين الأنشطة اللي كتقوم بها المديرية العامة المواطني استغلال المناسبة اللي هي عزيزة على الكل حول تأسيس المديرية العامة المواطني اللي احنا عندنا شرف الانتماء إليها، وكذلك هذا العرس الكروي اللي هو عنده طابع فرجوي كذلك ترفيهي، وكيكون مبني على واحد الأسس ديال الانضباط وديال اللعب النظيف، وهذه بادرة اللي هي جيدة اللي كتنهجها المديرية العامة المواطني في إطار إبراز بعض المواهب اللي هي رياضية، وكذلك عمل اللي هو ترفيهي اللي كيخرج بعض الشرطيين من الروتين العمل. السلام عليكم. قائد أمن ممتاز رشيد مزار، رئيس القيادة العليا للهيئة الحضارية ولاية أمن الدار البيضاء. ككل سنة تخلد المديرية العامة المواطني تنظم واحد الدوري تتشارك فيه مختلف مصالح الشرطة على صعيد ولاية الأمن دار البيضاء. مثلا كان اليوم النهاية ديال المباراة ديال الدوري بين فريق شرطة البرنوصي وشرطة الفرقة الوطنية الشرطة القضائية التي انتهت لصالح الأخيرة. ككل سنة تخليدا للذكرى ديال السنة ديال 68 تأسيس المديرية العامة المواطني، هذا تبين المديرية بأن الروح العالية وكذلك الاهتمام بالمجال الرياضي بالنسبة للعناصر كذلك الأمنية. تخليدا تأسيس المديرية العامة المواطني بذكرى 68 وفي إطار تنزيل استراتيجي لخطة الاتحاد الوطني للشرطة، تم تنظيم تظاهرة رياضية عبارة عن دوري كرة القدم المصغرة داخل القاعة. شارك في هذا الدوري جميع المصالح المتواجدة في مدينة الدار البيضاء، والحمد لله دازت الأمور بجد رياضية يطبعها جو احتفالي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.